مرحبا التلاميذ الأعزاء في هذا الشريط الذي أثرت أن أخصصه لتوضيح بعض النقاط التي وردت في الإطار المرجعي الخاص بمادة الفلسفة للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2020 والذي أصدرته الوزارة كتعاقد مع المتعلمين أو المترشحين بصفة عامة. وقد عنونت وهذه المحاولة بقراءة في الأطور المرجعية المكيفة الخاصة بمادة الفلسفة للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2020. وقد محورت هذه الورقة إلى ثلاثة محاور. الأول سأشير فيه إلى أهم المستجدات التي وردت في هذا الإطار المرجعي، والثاني سنقوم من خلاله بإطلالة سريعة في محتوى الإطار المرجعي، والثالث سألخص فيه أهم ما ورد في متن الإطار المرجعي. أما خلاصة أو تتويج هذا الشريط فسأتوقف عند ما اعتبرته تنبيهات ضرورية، وهو في حقيقة الأمر جواب على مجموعة من التساؤلات التي لطالما طرحها التلاميذ. المحور الأول مستجدات الأطر المرجعية لسنة 2020 والخاصة بالامتحان الوطني لمادة الفلسفة. أهم مستجد هو أن المتعلم أو المترشح غير مطالب بكل مجزوءات المقرر، بل هو مطالب بالمجزوءات الآتية: مجزوءة الوضع البشري، مجزوءة المعرفة، ثم مفهوم الدولة من مجزوءة السياسة، يعني مجزوءة السياسة ولكن مفهوم الدولة فقط. أما الوضع البشري أو المعرفة فالمتعلم أو المترشح مطالب بكل المفاهيم الواردة في هاتين المجزوءتين. المحور الثاني سنقوم الآن بإطلالة سريعة في متن الأطر المرجعية لسنة 2020. يعني كما تلاحظون هذه المذكرة الخاصة بالأطر المرجعية المكيفة الخاصة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2020 جميع الشعب، فيتتألف من 6 صفحات وهي بمثابة تعاقد مع المتعلمين أو مع المترشحين، واستهلت بتحديد المجالات أي المضامين، إشكالات فلسفية، مفاهيم فلسفية، أطروحات فلسفية، وهو ما سألخصه فيما سيأتي، وتبين المضامن أو المجزوءات التي سيمتحن فيها التلاميذ، وهي تختلف من شعبة إلى أخرى. مثلا نحن نعلم أن المفاهيم الخاصة بالشعب العلمية ليست هي المفاهيم الخاصة بمسلك الأداب أو العلوم الإنسانية، معنى هنالك اختلاف سأشير إلى ذلك فيما سيأتي. إذن هنالك إشارة إلى الجانب المعرفي والآخر الجانب المنهجي. أما المنهجي فيرتبط بالقدرة على الصياغة الإشكالية، القدرة على البناء المفاهيمي، ثم القدرة كذلك على المحاججة. ثم الجانب الآخر هو جانب القيم، وإن كان يتصف بالصعوبة في تقويمه أو حتى في كيفية حضوره، ولكن ثمة مؤشرات يمكن أن ننطلق منها، وهي مؤشرات تجسد ما يسمى بالتفكير العقلاني المنفتح، أي تجاوز الدغمائية أو الوثوقية أو الإنغلاق، أو بل لا بد من عقلانية منفتحة. ثم القدرة كذلك على الممارسة النقدية التي يمكن أن تجسد في الشك، في المقابلة أو المواجهة بالأفكار والأطروحات، وإضفاء النسبية على مختلف التصورات، ثم روح المسؤولية والسلوك المدني. قلت هذه قيم تحضر
وإن كان من الصعوبة أن نقومها أو حتى أن نستحضرها في الكتابة، ولكن ثمة مؤشرات وهي نتاج للتراكم الذي يرتبط بتجربة المتعلم أو المترشح. ثم هنالك كذلك إشارة إلى درجات الأهمية أو التقويم أو سلم التنقيط. إذا لاحظتم أن مثلا أن الإنشاء يتألف أو يقوم تبعا لمجموعة من اللحظات، لحظات الفهم، التحليل، المناقشة، التركيب، الجوانب الشكلية. وهذه الأمور ليست جديدة بالنسبة للمتعلم المترشح، بل إنها أمور لطالما دأب على معرفتها وهو في الفصل أو أثناء الفروض في المراقبة المستمرة. ثم الوضعيات الاختبارية أو المواضيع، ثمة ثلاثة مواضيع: النص، السؤال أو السؤال الإشكالي المفتوح، ثم القولة. وكل موضوع يتطلب مهارات معينة وكذلك يخضع لسلم تنقيط معين. وكما أسلفت الإشارة فهذه الوثيقة بمثابة تعاقد. وإذا لاحظتم أن الفهم، التحليل، المناقشة، ثم التركيب، ثم الجوانب الشكلية، فهي دائما تخضع لنفس سلم التنقيط، وإن كانت المؤشرات التي تعتمد تختلف من النص إلى السؤال ثم إلى القول. إذن هنالك اختلاف، وما إذن بالنسبة لهذه النقط وردت ولكن بشكل مقتضب، وردت بشكل مقتضب. إذن هنالك السؤال الإشكالي المفتوح، ثم القولة، القولة المرفق بسؤال، كذلك الفهم. إذن ما الذي، إذن المؤشرات التي تعتمد في التقويم، ثم سلم التنقيط. الفهم يقوم بأربع نقاط، التحليل يقوم بخمس نقاط، المناقشة تقوم بخمس نقاط، التركيب يقوم بثلاث نقاط، ثم الجوانب الشكلية تقوم كذلك بثلاث نقاط. وكما هو معلوم فالموضوع طبعا من حيث درجة الصعوبة يختلف من شعبة إلى أخرى، وهو ما سأشير إليه في ما سميته بالتنبيهات الهامة، لأنه سؤال لطالما دأب المتعلم على طرحه، وهو هل يمكن الجمع بين مجزئتين، هل يمكن الجمع بين مفهومين. إذن بالنسبة لدرجة الصعوبة تجيبنا عن هذا الإشكال، وهذا الجواب سيمكننا من تجاوز ما يسمى بالكتابة النمطية، الكتابة النمطية أو البحث عن المحور أو ما شابه. إذن سأشير إلى ذلك في النقطة الأخيرة. وإذا لاحظتم أن درجة الصعوبة تختلف كذلك من شعبة إلى أخرى، وإن كانت هذه الاختلافات اختلافات بسيطة هي بسيطة ولكنها جوهرية في ذات الآن، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لأن كانت هذه إطلالة فقط في أهم ما ورد في هذه الوثيقة، وهو ما سأعمل على تلخيصه فيما سيأتي، أي في الجدول وفي الجداول التي سأشير إليها فيما بعد. في هذا المحور الثالث سألخص أهم المستجدات المرتبطة بالأطر المرجعية لسنة 2020. وإذا كنتم تذكرون فالورقة تتألف من ست صفحات، وأن مضامينها التي أو أن المضامين التي وردت فيها متعددة، إلا أنه يمكن أن نلخصها في عنصرين. الأول معرفي، وما سنشير إليه في الجدول أسفله. إذن معرفيا بالنسبة للشعب، بالنسبة للشعب العلمية، بالنسبة للشعب العلمية فهي مطالبة بثلاث مجزئات. الأولى هي الوضع البشري، وتتألف من مفهومين: الأول الشخص، ويتألف من ثلاثة محاور:
الأول هوية الشخص، الثاني قيمة الشخص، الثالث الشخص بين الضرورة والحرية. والمفهوم الثاني هو الغير، ويتألف من ثلاثة محاور: الأول وجود الغير، الثاني معرفة الغير، الثالث العلاقة مع الغير. ثم المجزوءة الثانية وهي مجزوءة المعرفة، وتتألف كذلك من الزوج المفهومي النظري والتجربة ثم الحقيقة. بالنسبة لمفهومي النظري والتجربة، فهذا الزوج المفهومي يتألف من ثلاثة محاور كذلك: التجربة والتجريب، المحور الثاني العقلانية العلمية، معايير علمية النظريات العلمية. ثم المفهوم الثاني هو الحقيقة، وهذا المفهوم كذلك يتألف من ثلاثة محاور: الحقيقة والرأي، معايير الحقيقة، ثم المحور الثالث قيمة الحقيقة. والمجزوءة الثالثة هي مجزوءة السياسة، تتألف حسب الإطار المرجعي لسنة 2020 من مفهوم واحد وهو الدولة، وهذا المفهوم مفهوم الدولة يتألف من ثلاثة محاور: المحور الأول غاية الدولة ومشروعيتها، المحور الثاني السلطة السياسية، المحور الثالث الدولة بين الحق والعنف. وبالنسبة لشعبة الآداب، بالنسبة لشعبة الآداب، فبالنسبة لهذه الشعبة أو تلاميذ هذه الشعبة، فهم مطالبون بثلاث مجزوءات. المجزوءة الأولى هي الوضع البشري، هذا هو الفرق، وتألفوا من ثلاثة مفاهيم: المفهوم الأول الشخص، ويتألف من ثلاثة محاور: الأول هوية الشخص، الثاني قيمة الشخص، الثالث الشخص بين الضرورة والحرية. ثم المفهوم الثاني هو مفهوم الغير، ويتألف من ثلاثة محاور: الأول وجود الغير، الثاني معرفة الغير، الثالث العلاقة مع الغير. والمفهوم الثالث هو التاريخ، ويتألف من ثلاثة محاور: الأول المعرفة التاريخية، الثاني التاريخ وفكرة التقدم، الثالث دور الإنسان في التاريخ. أما المجزوءة الثانية فهي مجزوءة المعرفة، وتتألف من ثلاثة مفاهيم: الزوج المفهوم الأول هو النظرية والتجربة، ويتألف من ثلاثة محاور: التجربة والتجريب، العقلانية المحور الثاني العقلانية العلمية، الثالث والمحور الثالث معايير علمية النظريات العلمية. والمفهوم الثاني هو مفهوم الحقيقة، ويتألف من ثلاثة محاور: الحقيقة والرأي كمحور أول، والثاني معايير الحقيقة، والثالث قيمة الحقيقة. ثم مفهوم آخر ومفهوم العلوم الإنسانية، ويتألف هذا المفهوم أو الزوج المفهومي من ثلاثة محاور: الأول موضعة الظاهرة الإنسانية، والثاني التفسير والفهم في العلوم الإنسانية، والثالث نموذجية العلوم التجريبية. والمجزوءة الثالثة هي مجزوءة السياسة، فتلاميذ هذه الشعبة مطالبون فقط بمفهوم الأول من هذه المجزوءة الدولة، ويتألف من ثلاثة محاور: الأول غاية الدولة ومشروعيتها، الثاني السلطة السياسية، الثالث الدولة بين الحق والعنف. أما بالنسبة لشعبة العلوم الإنسانية فهي مطالبة معرفيا بثلاث مجزوءات: الأولى هي الوضع البشري، والثاني هي المعرفة، ثالثة السياسة. بالنسبة للوضع البشري فهي بالنسبة لهذه الشعبة تتألف من ثلاثة مفاهيم: المفهوم الأول هو الشخص، ويتألف من ثلاثة محاور: هوية الشخص، قيمة الشخص، الشخص بين الضرورة والحرية. ثم المفهوم الثاني الغير،
ويتألف من ثلاثة محاور: الأول وجود الغير، الثاني معرفة الغير، الثالث العلاقة مع الغير. ثم المفهوم الثالث والأخير في مجزأة الوضع البشري هو التاريخ، ويتألف من ثلاثة محاور: الأول المعرفة التاريخية، الثاني التاريخ وفكرة التقدم، الثالث دور الإنسان في التاريخ. المجزؤة الثانية هي مجزؤة المعرفة، وتألف كذلك من ثلاثة مفاهيم: الزوج المفهوم الأول هو النظرية والتجربة، ويتألف من ثلاثة محاور: الأول التجربة والتجريب، الثاني العقلانية العلمية، الثالث معايير علمية النظريات العلمية. والمفهوم الثاني هو الحقيقة، ويتألف من ثلاثة محاور: الأول الحقيقة والرأي، الثاني معايير الحقيقة، الثالث قيمة الحقيقة. والمفهوم الثالث العلوم الإنسانية، ويتألف من ثلاثة محاور: موضعات الظاهرة الإنسانية، التفسير والفهم في العلوم الإنسانية، نموذجية العلوم التجريبية. وإلى جانب المفاهيم الثلاث تم مفهوم آخر أو موضوع أخرى أو تيمة أخرى، وهي نموذج علم الاجتماع، وله علاقة بالزوج المفهوم الآخر أي العلوم الإنسانية، من علم الاجتماع كنموذج لهذه العلوم الإنسانية. وهو كذلك يتألف من ثلاثة محاور أو يقارب ثلاثة مواضيع: الأول موضوع علم الاجتماع، الثاني المنهج، والثالث النظريات الاجتماعية. وهنا تختلف العلوم الإنسانية عن شعبة الآداب. ثم المجزوءة الثالثة والأخيرة هي مجزوءة السياسة، ورغم أنها تألف هي كذلك من ثلاثة مفاهيم، إلا أن التلاميذ مطالبون فقط بمفهوم واحد وهو مفهوم الدولة، ويتألف من ثلاثة محاور: الأول غاية الدولة ومشروعيتها، السلطة السياسية لمحور ثاني، ثم الدولة بين الحق والعنف. وبذلك نكون قد أشرنا إلى الجانب المعرفي، أما الجانب الثاني وهو الجانب المنهجي، كل الشعب مطالبة بثلاثة مواضيع: الأول هو النص، والثاني السؤال الإشكالي المفتوح، ثم القولة. بالنسبة للموضوع الأول أي النص، الإنشاء يتألف من خمسة مطالب: الأول مطلب الفهم، مطلب الفهم ويقوم بأربع نقط، ثم المطلب الثاني هو التحليل ويقوم بخمس نقط، ثم المناقشة يقوم بخمس نقط، ثم مطلب التركيب يقوم بثلاث نقط، ثم مطلب الجوانب الشكلية يقوم بثلاث نقط. السؤال الإشكالي المفتوح كذلك يتألف من نفس مطالب النص، وإن كانت المنهجية المعتمدة في السؤال الإشكالي المفتوح تختلف عن تلك التي تعتمد في منهجية تحليل النص ومناقشته. ثم الموضوع الثالث هو القولة، وهي كذلك الإنشاء الذي سنصوغه يتألف من مطالب خمس: الأول الفهم يقوم بأربع نقاط، التحليل بخمس نقاط، المناقشة خمس نقاط، التركيب ثلاث نقاط، الجوانب الشكلية خمس نقاط. كخاتمة لهذا الشريط سأشير إلى ما سميته بتنبيهات ضرورية. بالنسبة للموضوع، غالبا المتعلم يطرح تساؤلات من قبيل: هل يمكن الجمع بين مجزؤتين أو أكثر؟ نعم يمكن ذلك، وإن كانت المسألة نادرة الحدود انطلاقا من استقراء لمواضيع الامتحان منذ مدة، بالضبط منذ 2016 لم يحدث أن تم طرح موضوع يتعلق بالجمع بين مجزؤتين. وتم مسألة أخرى
بالنسبة للموضوع قد يتم فيه الجمع بين مفهومين أو أكثر. مثلا قد نجمع بين مفهومي الشخص والغير، إذا المسألة واردة، وعندما نعي ذلك فإنه سنعي ضرورة تجاوز عادة، وهي في الحقيقة عادة ربط قضية الموضوع بمحور معين. لأن مثلا إذا كان الأمر، بمعنى إذا كان ممكن الجمع بين مفهومين أو أكثر، فيمكن كذلك الجمع بين محور أو أكثر. بل في بعض الأحيان قد نستنتج أن مسألة المحور الأول، المحور الثاني، المحور الثالث، ما هو إلا فصل إجرائي. قد نعالج إشكال معين ولكننا قد نجزئه إلى محاور معينة. لهذا على المتعلم أن يستوعب المقرر وأن يتصرف في معارفه بطريقة تتماشى والمطلوب، إن في النص أو في القولة أو في السؤال. ومسألة أخرى وهي أن درجة الصعوبة تختلف من شعبة إلى أخرى، بمعنى المواضيع الخاصة بالعلوم الإنسانية غالبا ما تتصف بالصعوبة أكثر من تلك التي تخص شعبة الأداب، وهاته كذلك تتصف بالصعوبة مقارنة بالمواضيع المرتبطة بالشعب، بمواضيع الخاصة بالشعب العلمية. غير أن هذه الصعوبة هي صعوبة قد تكون محدودة وقد تكون بسيطة، لأن المسألة كما أسلفت هي مسألة ترتبط بذاتية المتعلم وبمدى إلمامه واستيعابه بالمعارف الخاصة بمختلف الجزئات، وبقدرته كذلك على تكييف هذه المعارف، ومدى تمكنه كذلك من المنهجية الخاصة إما بالنص أو بالقولة أو بالسؤال. إذا لاحظتم أني لم أتوقف عند ما هو منهجي، لأنه في الوثيقة، لأنه تمت الإشارة إليه بطريقة مبسطة. لا يمكن أن نعول على ما ورد في تلك الجداول لكي نقول لقد تعرفنا على منهجية النص، منهجية السؤال الإشكالي المفتوح، أو منهجية القول المرفقة بسؤال. لذا سأذيل هذا الشريط بمنهجية تحليل النص، في أفق أنني سأعد كذلك المنهجية الخاصة بالسؤال الإشكالي المفتوح وبالقولة كذلك. وفي الأخير شكرا لكم وأرجو لكم التوفيق والنجاح.